أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا زينا السماء الدنيا بزينة الكواكب وحفظا من كل شيطان مارد لا يسمعون إلى الملأ الأعلى ويقذفون من كل جانب دحورا ولهم عذاب واصب. وكنا الحق سبحانه وتعالى بعد أن قسم الأقسام في قوله والصافات صفة ونقل فالزاجرات زجرة فالتاليات ذكرى قلنا الزاجرات الشياطين عن استراق السمع للملأ الأعلى لينقل إلى كهنتهم ليدللوا به الخلق يعلمون جزئية ويضيفون إليها كذبا من جزئيات متعددة. والمسألة كانت عند الرسل السابقين كثيرة ولكنها عند سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد كنا نقعد منها مقاعد للسمع أي في عهد الرسل الأولى. فمن يستمع الآن يجد له شهابا رصدا تكريما لرسالة محمد أن يدلس عليها تدخل الشياطين بشيء فيفسدون على الناس عقائدهم. هنا بنقول الزاجرات زنها تزجر الشياطين لأن ساعة ما يشوفوا شيطان عايز يسترق السمع ويجي له شهاب كده يروح ضربه كده يقول الباقي ايه يمتنع. الزجر يأتي على معنيين اثنين. من عجائب تكوين الزجر أنك إذا زجرت إنسانا يبقى تنهاه عن العمل وإذا زجرت حيوانا تحثه على المشي. يبقى دي واحدة ولا إيه ودي واحدة. ولذلك تجد الشاعر لما جه يقول إيه فيا ويحنا يعني يا رحمة لنا الفين بعيد بيننا واحد هنا واحد هنا فهذا له عش وذلك في عش. مفهوم الكلام؟ فلما ألحت للوصال صبابتي شوقت الصبابة ألحت علي أنني زجرت جوادي أن يطير ولا يمشي. قال له المسألة عايزة إيه؟ طيران. وذلك أنت تقول إيه أنا جيت لك طيران. طيران يعني إيه؟ يعني مسرع سرعة شديدة لأن أنا لما بروح بالجو الوزن بتاعي بيخف فيبقى ده يساعدني على الإيه؟ ولذلك بقول لك زي ما بنقول دلوقتي تيجي طيران يا واد. أدي زجرت جوادي أن إيه؟ أن يطير ولا يمشي. يبقى زجرت إيه؟ يا بالصوت ضربته يعني عزت رجلي عملت كده عشان ايه يجري. لكن الزجر الثاني اللي يبقى للانسان يبقى ضد ديجا يبقى ايه يقول لم يبق فينا فيما بيننا تلك الموده مطرحه. ما عادش فيه مطرح للايه للموده يعني كنا اصحاب انما ما عادش دلوقتي في مطرح للمواد. ايه السبب؟ اني زجرتك عن خلل فزجرتني ان انصحها. يبقى زجرني يعني ايه؟ يبقى منعني. والالفاظ التي يكون لها المعاني المتعدده يسمونها اللفظ المشترك يؤدي معنى كده ومعنى كده ومعنى كده ومعنى كده بس كل معنى فيه في الجملة معنى متحد وفي التفصيل دي لها معنى ودي لها معنى ودي لها معنى. مثلا عندنا في القرآن كلمة ذكر شوف لها كم معنى في القرآن إنما تلتقي كلها عند معنى واحد وهو التذكير بشيء مهم. إنما كله دي لها معنى ودي لها معنى ودي في ذاتها. يقول مثلا إيه إنا نحن نزلنا الذكرى وإنا له إيه لحافظون. الله يبقى الذكر اللي هو ايه القرآن. طيب لما يقول ايه لما يقول وقالوا يا ايها الذي نزل عليه الذكر انك لمجنون يبقى يقصدون ايه برضو الايه القرآن. ادي مقصود الذكر هنا الايه القرآن. طيب قال لك مرة يراد بالذكر
ما أنزل على الرسل السابقين وما أرسلنا من قبلك إلا رجالا نوحي إليهم فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. طيب وبعد ذلك وآتينا موسى وهارون الفرقان وضياء وذكرى للمتقين، يبقى برضو استعمل في ايه؟ ومرة استعمل كلمة الذكر لا في دي ولا في دي. فنجد مثلا الله يقول للعرب وإنه للنبي وإنه ذكر لك ولقومك، يعني صوت حسن هتقعدوا مشهورين بطول العمر، يقول لك ده أمة العرب اللي نزل بلغة القرآن، يبقى لهم صيت ولا مش صيت ايه؟ لقد انزلنا اليكم كتابا فيه ذكركم. ده فلا تعقلون، ده انتم هتقلدوا بواسط هذا الايه؟ بواسط ما يصحش ان كنتم ايه؟ تسيبوه. واذكروا، والذكر يطلق مرارا، بلاش لا ده ولا ده ولا ده، على انك تذكروا ما نسي. سيدنا يوسف لما وصى الراجل المسجون وقال له اذكرني عند ايه؟ فانساه الشيطان ذكر ربه. يبقى الذكر معناه التذكر. ومره يقصد به التسبيح، التحميد، التهليل، زي ما قال في بيوت ايه؟ اذن الله ان ترفع ويذكر فيها، يسبح لهم فيها بالغدو والاصال رجال لا تلهيهم تجاره ولا بيع عن ذكر الله، عن تسبيحه وعنه. ومره يطلق الذكر على معنى اخر. ايه المعنى؟ ما قال لك ذكر العبد لربه بالطاعة وذكر الرب عبده بالثواب. اذكروني اذكروني اذكركم الله. اذا اللفظ واحد انما معاني ايه؟ معاني متعددة. ولذلك مثلا تيجي مثلا كلمة في العين، اهي عين وايه ونون، اهي مثلا تطلق على العين ايه؟ الباصرة، وتطلق على الجاسوس اللي بعتنه لك ده، بعتنه عليها عين يعني جاسوس يتجسس، وتطلق على العين الجارية بالماء مثلا، وتطلق على العين اللي هي الذهب والفضة. فيبقى اللفظ اسمه لفظ ايه؟ مشترك، كل واحد له معنى في ايه؟ في ذاته. يبقى الكواكب لها امرين، تزين للسماء، ولذلك الشعر لما شبهه قال السماء لما تشوفها كده مزينة بالنجوم كأنها قلائد ماس على غانية، كأنها ايه؟ قلائد ماس على ايه؟ غانية. طب وين تمام المهمة الكواكب؟ ندمر جنبها الشياطين اللي بيسترقوا السر. احنا قلنا بقى ان دي الناس يقول لك طب ما دام هنرجم كل يوم مش عارف الكواكب تنقص، قال لا دي لها شغلة ودي لها ايه؟ ولها شغلة. وحفظا من كل شيطان مارد، اي متمرد، وارث ابليس، لان من ذريته، وزي ابليس ما وقف من ادم الموقف ده احترق، والذريه برضه ذريته بيضرب التانيين. لا يسمعون، بعملنا كده عشان ما يستمعوش الى الملأ الاعلى، فان ارادوا الاستماع يقذفون من كل جانب. القذف هو ان الخبطه تنفذ تبقى نافذه، ويقذفون من كل جانب دحورا. يقول لك الدحور ده معناه طرد بإهانة. واحد مثلا يجي يقول لك انت مش عايز تقابله، تقول له معلش اعتذر عن مقابلتك، خلاص ما فيش حاجة، يمكن يرجع. عايز برضه يفضل، يقول له مش عايزك، يبقى مدحور طرد بإيه؟ طرد بإهانة. ولهم عذاب واصب يعني دائم، وقلنا هناك وله الدين ايه؟ واصبا اي ايه؟ اي دائما. طب ولهم عذاب ايه؟ طب ما هو انصب من البتاع. اما قال لك لان ريجته في انه ايه؟ يجي يسترق وبعدين يجي اللي يمنعه، يبقى في عذاب لانه ايه؟ حيل بينه وبين ما يشتهي من انفاذ مهمته في ايه؟ في استراق السمع والتقاط الاخبار من الملأ الايه؟ من الملأ الاعلى. هنا بقى قال لك مش بتجري الا من خطف الخطفه. يعني الخطف اولا كل واحد له حيازه ملكيته، لا يخرج الانسان عن حيازه الملكيه لنفسه الا واحد ياخدها منه، اللي احنا بنسميه الظلم. بس له انواع متعدده. خطف يؤخذ بسرعه
بس امام المخطوف منه. عيل مثلا شايف فرش قدامه كده عليه حلاوه والراجل قاعد بعيد بيعمل كده وبعدين الواد يقطف حاجه وخلاص. اسمه ده ايه؟ نقل الملكيه الى نفسه بواسطه ايه؟ الخطف. الخطف بس صاحب ايه؟ شايفه. طب وان كان صاحب الشيء ده غبن على الشيء ومسكه والواد يفلت فيه يبقى ده اسمه غصب. يبقى اسمه ايه؟ يبقى له كم مرحله الان دلوقتي؟ خطف ايه؟ وغصب. طب سرقة؟ قال لك ده بقى خفية بقى، تبقى دي سرقة. طب واحد مأمون على شيء فاختلس فيه يبقى اسمه اختلاس. واحد مؤتمن على أمانة يبقى الله. إذن دي كلها وسائل لإيه؟ وسائل أخذ حق الإيه؟ الغير. فإذا كان أمام صاحب الشأن وخطفنا وجنينه يبقى ده خطف. إن هو مسكني كده وقعد أنا شد وهو شد يبقى اسمه إيه؟ شبها بغصب الجلد عن الشاه. ساعة ما تسلق الشاه تعمل فيها ايه؟ تشد. وبعدين بقى الاختلاس، وبعدين على عدم اداء الامانة، كل دي والسرقة والى اخره. الا من خطف الخطفة فاتبعه شهاب سابق ساكب. ساعة ما يخطف مش هينفد به، هيعمل ايه؟ يبقى قال لك طب ما كنا نمنعه الاول من الاول. قال لك لا، ده في فرق بين ان يمكن من الشيء وبعدين ما يستفش منه. يبقى في حصرتين اثنين، حصرت انه تعب في الاستراق وخطف الخطف، والحصره الثانيه انه ما انتفعش ايه؟ ما انتفعش بها. فاستفتهم امر من الله لرسوله صلى الله عليه وسلم. استفتي معناها ايه؟ اطلب فتوى، لان الالف والسين والتاء للطلب. طيب استفتهم، طب من ايه الفتوى دي؟ من ايه؟ ام قال لك الانسان لما بيكون بصدد شيء يريد ان ينفذه ولا يعرف فيه طريق الحق والصواب، يقول يروح لواحد اعرف منه ويستفتيه. يعني يستفتيه يعني ايه؟ يطلب منه القوة الدافعة له على العمل، فتوة يعني من فتوانه. يبقى استفتي اطلب ايه؟ يبقى اجعل نفسك فتوة. انا ضعيف في حاجة اقوم اروح لواحد استقوى به. استفتي يعني ايه؟ خد منه عشان تبقى ايه؟ فتوة في الاداء. استفتهم اهم استأمنهم على ان يكونوا مأمورين ويفتوا ربنا استفتهم؟ قال لك لانه واثق من أن الخصوم لن يجدوا إلا قولة الحق هي اللي تمشي، ويبقى مش عندي إخبار ده بإقراره. أدي معناك زي ما تقول طب اسأله شوف أنا عملت في إيه، أنا مش عارف أنا عملت في إيه، هو يقول. فلما هو يقول تبقى شهادة إقرار، إنما من عندي إخبار، والخبر يصح أن يكون صادقا ويصح أن يكون كاذبا، إنما الإقرار سيد الأدلة. فاستفتهم، استفتهم الفتوى دي، قول لهم على الفتوى دي. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا، يعني من السماء والأرض مش عارف إيه بتاع، كلهم الحكاية دي. وإن لما هم ما جابش الجواب ما قالش هم قالوا إيه، لم يأتي بالجواب لوضوح أنه لا يكون إلا كذلك، لا يكون إلا إيه؟ أهم أشد خلقا أم من خلقنا، إنا خلقناهم من طين لازم. احنا قلنا في امبارح في لقاء امبارح لخلق السماوات والأرض أكبر من خلق الناس، وعايزين ندلل على القضية دي. أشد خلقا أما خلقنا هي دي، ما المعنى كده؟ قال لك تعالى بقى، السماء والأرض من يوم ما انخلقت لم تزل، مع أنها بتخدم الإنسان فخادمه، خادمنا من هالسماوات والارض اطول عمرا منا. احنا الواحد يقعد جنين يموت، طفل يموت، غلام يموت، شيبه يموت، وبعدين دي يجي وده يجي وده. الله، احنا يا السادة بنعمل ايه؟ بنسيب التركة موجودة واحنا اللي نمشي. يبقى السماء اقوى ولا لا؟ اقوى، لانها مخلوقة خلقة ايه؟ دائمة. واقوى من ناحية ايه؟ من ناحية انها محكومة بقولهم على نفوسهم قالت أتينا طائعين.
مش إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها. قالوا لا 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 ما المشي وأشفقنا منها. قال لك يمكن ما أقدرش إيه أأدي الأمانة. قال له يا ربي أنت اللي عايزه منا أعمله، إنما إحنا يبقى لنا اختيار. لا 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 إحنا مش عايزين. وأنا ضربت مثل مرة، قلت إذا جاء إنسان لإنسان وقال له معي 1000 جنيه وقدامي مطالب لبناتي أو لأولادي وخايف أفرتكهم الآن، فخدهم أمانة إيه عندك لما عوزهم أخدهم. اللي قال له كده يمكن نوعين. نوع قال له يا عم ابعد عني أنا ما أعرفش ظروفي إيه، يمكن أفرتكهم يعني ابعد عني شوف أنا مش هقدر. وواحد يقول له على الرحب والسعة أنا أخدهم ولما تعوزهم. إحنا قلنا فيه فرق بين قدرة النفس على التحمل والقدرة على الأداء. يمكن تقول الظروف تخليه يقل ذمته وينكره، فيبقى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملها. قم من أول الأمر كده قال لا ما نقدرش، لأننا ما نقدرش إحنا ناخدها دلوقتي التحمل، إنما هل الأداء نأدي ولا ما نأديش مش عايزين، خلينا كما تريد يا رب. ده بيقول لك إذا أنت المخلوق مخير، الإنسان والباقي مش مخير، تقول لا الكل مخير، لأن لما عرضها وقالوا له لا يبقى ده تخيير ولا لا؟ بس واحد خد تخيير بكلمة واحدة على ومنسحب على الزمن كله، وإحنا خدناها اختيار يجي النهارده ينفذ ولا بكرة ما ينفذش، يبقى الكل إيه؟ الكل اختار. الحق سبحانه وتعالى لما نشوف السماء والأرض، السماء والأرض وكواكبها ونظامها وأفلاكها نظام دقيق، الشمس والقمر بإيه؟ بحسبان، وهو النجم والشجر والجدى الله كلها ماشية بدقة مش زي الإنسان. الإنسان عمال ملخبط مرة يمشي كويس ومرة يمشي إيه؟ يبقى نقول لأحسن في الخلق التكويني والعمري والأدائي يبقى مين؟ السماء والإيه؟ والأرض. فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا؟ وانتم بإقرار لما نقول إن ربنا اللي خلقنا من خلق السماء والأرض لا يقولون مين؟ لا يقولون مين؟ ولما برضه يقول لهم من خلقكم يقول إيه؟ يقول ما عندهمش جواب إيه؟ جواب غير ده. إذا فاستفتهم أهم أشد خلقا أم من خلقنا أي من السماء والأرض؟ لا يكون الجواب إلا أن السماء والأرض أكبر من خلق الإيه؟ أكبر من خلق الناس. كلام كويس أوي. عايز يعلل ان السماء والارض خلقهم اكبر من خلق الانسان. انا خلقناهم من طين لازب. الطين معروف انه تراب يضاف اليه الماء فيصبح ايه طينا، بس الطين ده مره يبقى سائل مرئ زي ما نقول عليه مرئ مش متماسك، ومرة يبقى جلوس جامد. الله يقول لا هو سائل لا يتماسك ولا صلب عشان يتكسر، يبقى فيه اللون يعني ايه فيه السيولة وفيه الصلاة ايه فيه الصلاة، زي حتة الكسبة كده لما تجيبها كده، او الطين الصلصال اللي بيجيبوها ويوزعوها على المدارس لما تحطها كده هل تسيح على الارض؟ ما هل لما تمسكها بايدك كده تعصى وتتكسر؟ يبقى طين لازم يعني ايه؟ ولذلك هي بيقول لك الطين لازم يعني لازق في بعضه، ما يسيلش كده ولا يسيلش ايه؟ ما يسيلش كده ولا يسيلش كده، انما في طينيه ولا ما فيش طينيه؟ من طين من طين لازم. المستشرقين لما يجوا يمسكوا مراحل التكوين الانساني ويتكلموا بعدين بقى من ماء ومخلوق من تراب ومخلوق من طين ومخلوق من حمأ مسنون ومخلوق من صلصال كالفقار، يقول لك ايه الدوشه انت عم كلام ايه انا مخلوق من ايه؟ تقول له دي مراحل للشيء، لان لما نحط شويه الميه على الطين يبقى انا مخلوق من ميه وبعدين مخلوق من ايه؟ من طين، وبعدين الطين ايه يرتن شويه كده ويتعطب كده يبقى مسنون حمأ مسنون، وبعدين يشتد شويه كده يبقى لازم علشان يقدر يتنحت ويتصور ومش عارف ايه، يبقى دي مراحل التكوين، مش انه خلق من دي ومن دي ومن دي ومن دي. طب خلقنا من فين لازم؟
لو نظرنا إلى أصل الخلق، الله خلق آدم من الطين صحيح، وبعدين لما بيخلق حواء يا ترى مخلوقة منه ولا من الطين زيه؟ بس لما قال قصة آدم اكتفينا بقصة حواء، لما قال وخلق منها اهو منها دي خلت العلماء يقول لك منها، يعني خدنا حتة من آدم زي الضلع ويقولوا وخلقنا منه الايه المرأة. طب هو لما يقول رسولا من انفسكم احنا خدنا رسول من نفسنا ولا من جنسنا؟ يعني يبقى جعل منها يعني من جنس تكوينها، يبقى صح ان هو برضه خلقها طين وبعدين عمل العمليه ولا ادم وبعدين قال لهم ابقوا يا بعض، ويصح المعنى الثاني انه خد كده يخلق ما ايه ما يشاء. ولذلك قلنا تعدد صور الخلق في الانسان ليدل الحق على طلاقة القدرة فيما يخلق، مش للخلق لازم دي تبقى كده ودي تبقى كده. يقول لك لا، بدليل أنه خلق آدم من طين وبعدين خلق منه حواء، يا من الطين برضه يا من جلد يا من حتة منه، وبعدين عمل ايه؟ عمل ايه بعد كده؟ وبعدين يقول لك ايه؟ يخلق ما يشاء، يخليك انت تيجي من أم وأب ماشي، وتيجي من اب بس زي حواء، وتيجي من لا اب ولا ام زي ايه ادم، وتيجي من اب وام وتبقى الاب والام موجودين ولا يجيش حاجه ابدا. يبقى دي فلاقه قدره ولا لا؟ اه هناك الله يهب لمن يشاء ايه اناثا ويهب لمن يشاء الذكور او يزوجهم ذكرانا واناثا ويجعل من يشاء يجعل من يشاء عقيما. من تقريب اقصد ادم او الاصل الاول في الزوجين اللي هو ادم وحواء. طب احنا مخلوقين من ادم بعد ما فارق مسألة الطينية وبقى انسان، يبقى انا مخلوق من انسان، تقول لكن اصلك ايه؟ برضو طين. يبقى يصح انك انت مخلوق من ادم اللي من طين، تبقى انت مخلوق من طين، يبقى اصلك ايه؟ او انه وإن تشكل آدم بشكل غير الطين ما بدلش طين، بدليل إنه لما يستحمى ما يبوش، نقول له ده شكل شكل ثاني، الشكل الثاني هو اللي هيتوالد. نقول له طيب هيتوالد يبقى جو من طين بس الأصل ولا الفرع برضه؟ قال لك وبرضه صح الفرع. ليه؟ قال لك لأن الإنسان بيؤخذ من الميكروب المنوي والبويضة، الميكروب المنوي من الرجل والبويضة من مين؟ من المرأة. طب دي بتيجي منين؟ قال لك من الدم. طب والدم بيجي منين؟ من الأغذية اللي أنا باكلها. طب والأغذية اللي أنا باكلها بتيجي منين؟ من الطين ومن الأرض. تبقى برضه هتقول إلا أنني من الإيه؟ إلا أنني من الطين برضه. هي قد بعضها، بس مرة من الطين بواسطة ومرة من الطين بغير إيه؟ ومن غير إيه واسطة. أما الحق سبحانه وتعالى حكى هذه المسألة يقول في آية سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم. أنا ما شهدتش الخلق، ما شهدتش إيه الخلق، إنما أخبرني من خلق بالطريقة، مية وطين وتراب وبقى طين وبقى طين حمام مسنون وبقى صلصال وبقى مش عارف إيه نفقت في الروح. أنا ما شوفش الحكاية دي، إنما مين اللي أخبرني؟ الله تعالى. الذي ينقض الحياة اسمه ايه؟ موت. الموت. الموت مشهود لنا ولا مش مشهود؟ نعم. مشهود. يبقى الخلق الاول اخبرنا به لانه غايب عنا، لكن الموت ايه؟ بنشوفه. فاذا كان الله قد خلق الانسان الاول من الماء والتراب والطين والحمأ المسنون ومش عارف ايه وبعدين نفق فيه الروح، نقول له طيب مش هنصدقه، يقول اديني آية من الوجود المحس عشان صدق هذه. قال لك طيب لما الإنسان يموت مات يعني إيه؟ مات الإنسان يعني إيه؟ خرجت روحه. ولما تخرج روحه قال لك بيصلب كده ويقول لك إيه؟ وبعدين يرم يبقى إيه؟ ينتم. وبعدين شوية المية اللي فيه يروحوا فين؟ يطلعوا. والشوية البتاع اللي فيه يروح للايه؟ للتراب. الله، اذا الموت جاء على عكس الحياة. يبقى اذا ربنا لما انا عملت كده وبعدين نفخت فيه من روحي
إذا أردت أن تهدم شيئا فيجيء هدمه على عكس بنائه. لما نهدم العمارة نهدم الأولاني ولا نهدم الأخراني؟ فالروح تخرج أولا وهي آخر ما دخل في الإنسان، وبعدين يصلي بيبقى صلصة، وبعدين يبقى حمق مسموم منتن وطين منتن، وبعدين شوية الماء يطلعوا وشوية التراب يقعدوا في الأرض يبقى رجع إلى أصله. إذن فنقد الشيء يأتي على إيه؟ على ضد بنائه. لما احنا شفنا الموت قلنا بقى إذن الله صادق في أن يقول أدي وحده. الشيء الثاني أن الإنسان قوامه زي ما قلنا الغذاء اللي بيخرج من الأرض. الأرض فيها أشياء كثيرة، عناصر كتير، إنما مش كلها تجيب الأكل. اللي بتجيب الأكل تصير مخصوص اللي هو يخصب خصب يطلع النباتات، ده اللي بنقتات منه، وحيواناتنا بتقتات منه. كلام حلو قوي. نيجي نقول له الطين اللي بيطلع لك الاكل ده وانت اصلك من الطين. لما جم العلماء بقى سنريهم اياتنا في الافاق ويحللوا، فحللوا جسم الانسان فوجدوه مكون من 16 عنصر. أولها الأكسجين، ثانيها الكربون، ثالثها الهيدروجين، وبعدين النيتروجين، وبعدين الكلور، وبعدين الفلور، وبعدين المغنيسيوم، وبعدين الصوديوم، وبعدين الكالسيوم، وبعدين الحديد، وبعدين اليو، وبعدين السالوز، وبعدين المنغنيز. كل دي عناصر في الإنسان. تحليل، لما حللوا التربة المخصبة التي تعطي لنا القوت وجدوها هي نفسها 16 إيه؟ منصر. يبقى اذا ربنا لما خدنا من الطين كده يبقى كلام صدق ولا مش كلام صدق؟ انا خلقناهم من طين لازب. بل عجبت، بل دي اضراب يعني الكلام يجيب كلام جديد يعني. عجبت من ايه؟ بل عجبت في قراءه بالفتح وفي قراءه ثانيه بالضم. بل عجبت القراءة حفص بل عجبت، يعني يا محمد انت عجبت من ايه؟ ما موضع العجب؟ اولا ما هو العجب؟ العجب بالفلاح كده هو استغراب وقوع شيء على خلاف ايه؟ نظائره. من واحد يتعجب ازاي دي حصل؟ ولذلك احنا قلنا في العقائد ربنا بيقول كيف تكفرون بالله؟ يقولون كان مستغرب ازاي تكفروا؟ المسألة عجيبة شوية. خلاص كده يبقى الاستغراب من حدوث شيء على خلاف ايه؟ ما يقتضيه ما نفهم منه. ادي التعجب. هذا التعجب النبي عجب من اي شيء؟ عجب من انكارهم مع وضوح الادله الدامغه على صدق القضيه. يعني ازاي انتوا بس مش مصدقين؟ انا قلت لكم الدليل ده والدليل ده والدليل ده. بل عجبت. وهناك ايه ثانيه وإن تعجب يا محمد فعجب قولهم، يعني وافق الله محمدا على أنه إيه؟ يمشي مش متعجب يعني كده. فعجب، عجب من مين؟ فواحد يقول لك عجب إن تعجب أنت يا محمد فقولهم إيه؟ عجب. عجب عند مين؟ يمكن عند ربنا، لأنه قال بيقول أم قال لك وربنا هيتعجب؟ ده التعجب ده دليل على استغراب الشيء ما يعرفش إيه تكوين، ربنا ما عندوش الحكاية دي. قام قال لك لا، ده الاستغراب ده علشان الحق. يعني لما يجي يقول ايه؟ تعجب ربك من شاب ليست له صبوه. يعني ايه؟ شاب كده ولسه مش عارف ايه ومالوش صبوه ولا اي حاجه. يقول يا سلام، ده خرج عن ايه؟ ان تكون الانسان غادر على نفسه دي. عشان التعجب ده معناه ان دي عمل عمليه